بسم الله. وعلشان الفيديو اتأخر شوية في الشرح، فاحنا والميد ترم خلاص قريب، فاحنا هنسيب اللي فات اللي هو بتاع ثانوية عامة اللي هو التفاضل العادي والتكامل العادي، ونبدأ في حاجة جديدة اللي هو الحاجات اللي هتيجي في الميد ترم ما خدناش قبل كده. يعني مثلا عندنا يعتبر المنهج بادئ من النظرية اللي هي النظرية دي اللي هي مشتقة التكامل المحدد. مشتق التكامل المحدد ده ممكن ليه طريقتين، ان احنا نجيب التكامل ده عادي خالص ونعو ون 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 ونجيب ال ونجيب القيمة بتاعته بالتعويض عادي خالص، بعد كده نشتق بالنسبة لإكس. بس ده طريقة طويلة يعني قوي وهتأخرني يعني. فهو في اللي هو القانون ده هنعوض بيه على طول، يعني اللي هو ايه بقى اللي هو يعني ده كله كده بيساوي القانون ده على طول، مش هنعمل حاجة تانية. اللي هو التكامل ده هنعمل ايه؟ هنعوض باللي فوق في الدالة بتاعتنا الأصلية، وبعدين نضرب في مشتقة اللي فوق، بعد كده نعوض باللي تحت في الدالة الأصلية، بعد كده نضرب في مشتقة اللي تحت، وفي علامة ناقص تحت ثاني في النص. يعني تاني يبقى هنعوض باللي فوق في الدالة دي في مشتقة اللي فوق، ناقص هنعوض باللي تحت في الدالة دي في مشتقة اللي تحت. نيجي مثلا سؤال، السؤال ده مثلا عايز مشتقة في حاجة، لما يكون مثلا هو عايز مشتقة بالنسبة لإكس، دي إكس الكلام ده كله، فاللي فوق لازم يعني اللي فوق أعرف منين اللي هو دالة متغيرة لو فيها دالة فيها إكس، أما لو فيها إيه أي ده مش رقم بس هو عايز بالإكس. يعني مثلا لو كان عايز دي على دي إيه، يبقى اللي فوق ده هو الثابت وتحت هي الدالة اللي هشتقها، فهنا دي على دي اكس، فدي يعتبر هو الفاريبل اللي عندي، وده كونستانت عادي كأنه 4 كأنه 5 ولا حاجة. فنيجي مثلا نعوض بالقانون بتاعنا، هنقل بس المسألة هنا، هنقعد بالقانون. القانون بيقول ان دوت كله كده بيساوي ايه؟ بيساوي هنعوض باللي فوق في اللي تحت، هنعوض باللي فوق ده كده في مشتقة اللي تحت، هيبقى واحد على جذر، معلش هيبقى واحد على جذر، ونعوض بدي مكان التي دي فهتبقى اتنين، هنفتح ونعوض ده في التي، هتبقى واحد زائد اكس سكوير زائد الخمسة. في مشتقة الكلام ده، في مشتقة الواحد زائد اكس سكوير باتنين اكس، ناقص هنعوض بده في ده، بس هنيجي نشوف ان مشتقة الاي زيرو عشان كونستانت، عشان انا عايز مشتقة بالنسبة لاكس، فالاي ده بزيرو، فكل ال... كل اللي ف... كل اللي بعد كده هيبقى بزيرو، فمش لازم اكتب بقى القانون من اول واضرب في زيرو الكلام ده، ممكن بزيرو على طول. وفي حاجه ده بقى ان هو لو عايز مشتقه التكامل بالمحدد بدالة بقيمتين كونستانت، فدي مش لازم اكتب القانون اصلا، اصل هو عايز مشتقه تكامل محدد باتنين كونستانت، فاصلا كده كده تكامل محدد بدالة قيمه سكيلر عادي، قيمه تطلع على طول، فمشتق اي كونستانت بزيرو فغلطوه. يعني مثلا لو دي مثلا دي كانت خمسة مثلا، يبقى ده من غير ما اعمل اي حاجة اقوله بزيرو، عشان ده كله كده كونستانت ومشتق الكونستانت بزيرو. اما لو كان مثلا هنا فاريبل وهنا فاريبل، هنا دالة في اكس وهنا دالة في اكس، يبقى لازم اكتب القانون كله. اما لو مثلا واحدة دالة اكس والتانية كونستانت، يبقى هكتب ترم واحد بس في القانون. يبقى هنفك بقى الكلام ده كده، او مش لازم، هو خلاص كده اتحدد يعني خلاص، هتبقى 2x على جذر 2 زائد 2x سكوير زائد 5 بس كده. ومش هعمل سي، مش هعمل فيش كونستان، عشان ده بشتق مش بكامل، انا بشتق التكامل بس. و5 و2 7 كده المسألة خلصت. نشوف مثلا حاجة تانية،
نشوف مثلا دي، نكتب مسألة تاني، هتبقى دي على دي اكس تكامل من 3 الاكس جذر التان اكس تان زد دي زد. هو انا عايز مشتق للتكامل ده، مشتق بالنسبة لاكس للتكامل ده كله. فهنكتب القانون تاني، هنعوض بالاكس في دي، فهتبقى جذر التان اكس، هنشيل الزد ونحط اكس، في مشتق دي اللي هي بواحد، وتحت كونستنت يبقى ناقص صفر. مش هكتبها بقى، هيبقى الإجابة كلها هي جذر التان اكس بس كده. نشوف مثلا دي بقى طويلة شوية، هو عايز نجيب مثلا الأول نكتب هنقول اكس بتساوي تكامل من صفر دي تي سكوير دي يو على واحد زائد جذر دي يو، والواي بتساوي جذر فورتي خمسة يو دي يو على أربعة زائد يو. تمام. هنا هنعمل حاجة أولانية، هو عايز الدي واي على الدي اكس، دي واي على الدي اكس. يبقى أول حاجة هنعملها هنجيب دي اكس على دي تي، هنجيب الدي اكس كاننا زي ما كنا مثلا اكس مثلا بتساوي دالة في تي، والواي بتساوي دالة في تي، فاحنا بنجيب الدي اكس على دي تي، بعد كده بنجيب الدي واي على دي تي، بعد كده بنقسمهم على بعض. هنعمل نفس الكلام ده، هنجيب الدي اكس على دي تي، بس لما نيجي نشوف الاكس، الاكس تكامل اصلا، فهنستخدم النظرية بتاعتنا اللي هي ايه، هنعوض باللي فوق، تبقى واحد زائد جذر التي سكوير، عوضنا بالتي سكوير هنا، هنضرب في مشتقة اللي فوق ده هيبقى اتنين تي. لما نيجي نعمل ناقص هنلاقي صفر ده كونستنت، مش هنعمل بيه حاجة، عشان هنعوض بيه هنا، بعد كده نضرب في مشتقة الصفر ده بصفر أصلا، فهيبقى دي اكس على دي تي ليا كده. ممكن نخليها واحد على أو اتنين تي على واحد زائد تي جذر تاير السكوير. كده احنا جبنا الدي اكس على الدي تي، هنجيب الدي واي على الدي تي هتساوي، هنلاقي بقى دي العكس بقى، ان فوق هو الكونستنت وتحت هي اللي هنعوض بيها، فمش هنعمل حاجة خالص، فهنبقى الخمسة هنعوض بيها هنا، بعد كده نشتق الخمسة بصفر، يبقى أول حاجة بصفر ناقص، هنعوض بقى بالفورت بالأربعة تي هنا، هنلاقي إن أربعة بقت أربعة تي على، ونعوض هنا تبقى أربعة زائد تمام، هتبقى أربعة زائد، ونشيل يو نحط مكانها أربعة تي، أربعة تي في مشتق الأربعة تي، أنا بشتق بالنسبة لتي هنا، فهبقى هشتق الأربعة تي، لا مشتق الأربعة تي بأربعة بس. ممكن نخليها سالب، ممكن نعمل ايه، نطير الأربعة مع الأربعة مع الأربعة، هيتبقى لنا فوق أربعة تي اللي هي الأربعة دي بقى تضرب في التي هنا على واحد زائد تي على واحد زائد تي. كده انا جبت الدي اكس على دي تي والدي واي على دي تي، هو بقى عايز الدي واي على دي اكس، هو عايز الدي واي على دي اكس، هتبقى دي واي على دي اكس بتساوي،
دي واي على دي اكس، يبقى هقسم الدي واي على دي تي على الدي اكس على دي تي، فهيدينا الدي واي على الدي تي في الدي تي على الدي اكس زي ما احنا عارفين، تبقى دي واي على دي اكس. بس هنكتب بقى دي واي على دي اكس اللي هي سالب 4 تي على 1 زائد تي في دي دي على دي اكس. هنقلب ده 1 زائد تي على الاتنين تي، وهتبقى سهلة هيت. الواحد زائد تي راحت مع الواحد زائد تي، والتي دي راحت مع الدي دي، هيتبقى سالب، هنا في سالب، هيتبقى سالب 4 على 2 اللي هي سالب 2. بس كل المسألة كده خلصت، مش شايف في النظرية دي أي مشكلة يعني. هنخش بقى هنا على الانفرس فانكشن. الانفرس فانكشن تقريبا ما فيهاش غير القانون الرخم ده، هو قانون رخم أوي مش عارف والله فايدته ايه اصلا، بس ممكن هنبسطه يعني مع بعض، اللي هو مشتقة انفرس الفانكشن. يعني اف انفرس المشتقة بتاعتها بالنسبة لإكس بتساوي القانون ده. القانون ده غالبا ممكن منستخدمهوش، بس هو ممكن يرخم ويقول مثلا استخدمه او يجيب دالة. يعني هنتكلم في الموضوع ده، ان هو واحد على اف على مشتقة هنعوض بال، يعني هو قانون رخم كان بس هنتصرف فيه. يعني نيجي مثلا ناخد عليه مثال وحله بالطريقتين، عشان لو قال مثلا بتاع عايزه بطريقتين مثلا كده، تمام كده كتبت بس المسألة وخلاص كده. هتلاقي مسألة في الدليل صفحة 50 اللي هي اكزامبل، يعني مش مسألة. هو عايز الانفرس، عايز الانفرس للدالة دي، وعايز مشتق الانفرس للدالة دي. فاحنا اول حاجة هنجيب الانفرس، ودي برضو عشان نعرف نجيب الانفرس ازاي، وهنحل برضو على الانفرس لوحده مسألة او مسألتين. اول حاجة هنعمل ايه؟ احنا عندنا الدالة دي اللي هي بتساوي، هتبقى واي بتساوي 9 ناقص اكس سكوير. هنعمل ايه؟ هنخلي الاكس لوحدها، هنخلي الاكس لوحدها، هتبقى اكس سكوير بتساوي 9 ناقص واي. اكس سكوير ردناها بالموجب، والواي جبناها هنا بالسالب وخلاص. خلينا الاكس لوحدها، لا لسه ما خدناش اكس لوحدها، هنا اكس سكوير، هتبقى اكس بتساوي جذر 9 ناقص واي. كده خلينا الاكس لوحدها. دلوقتي بقى نعرف نشيل الاكس نخليها واي، تبقى واي بتساوي جذر 9 ناقص اكس. كنا ممكن نعملها بطريقة تانية، من اول هنا كده نشيل الاكس ونحط مكانها واي، وهنا نشيل، يعني هنا نشيل من اول خالص، نشيل واي نحط مكانها اكس، ونشيل اكس نحط مكانها واي، ونخلي الواي لوحدها. هتبقى الواي هنا بقى الناحية لها، يعني مثلا دي كده اهي، دي كده اللي هي اف سالب 1، دي كده الانفرس. نيجي هنا مثلا نحلها بطريقة، مثلا نقول مثلا هنشيل واي نحط مكانها اكس اهي، بتساوي 9 ناقص واي سكوير، شلنا اكس حطينا مكان واي. هنا بقى نخلي الواي لوحدها تاني، هتبقى واي سكوير بتساوي 9 ناقص اكس، هتبقى جذر، هتبقى واي بتساوي جذر 9 ناقص اكس اهي، هي برضه لو اي حاجه، بس هو الفكره بتاعتها ايه؟ اللي احنا بنشيل اكس نحط مكانها واي، دي الفكره بتاعتها. بعد كده بنخلي الواي لوحدها، او اللي هو نفس الفكره كده. كده احنا جبنا اول مطلوب اللي هو ايه. هنا بقى عايز ايه؟ مشتق الانفرس. مشتق الانفرس، انت عرفت تجيب الانفرس، يبقى خلاص بقى مش لازم تستخدم القانون ده. لو يعني دلوقتي بقى القانون ده ملوش لازمه، انت خلاص جبت الانفرس. بس بقى هنا في حاجه بقى اللي هو ايه، اللي هو انت الايه اللي هو بيديها لك ب8 دي، دي مش الاكس بتاعت المشتقه الاصليه، دي مش الاكس بتاعت دي. الايه بتساوي 8 دي هي الاكس بتاعت دي بتاعت الانفرس. فانت الايه دي لما تجيب الانفرس، يبقى انت جايب لك الاكس بتاعت الانفرس، مش جايب لك الاكس بتاعت الداله الاصليه. يعني هتاخدوا بالكم انا بحلها. احنا خلاص جبنا الانفرس، هو عايز مشتق الانفرس،
فاحنا دي كده اللي هي اف اس سالب واحد اللي هي الانفرس. فاس اف كده اكس المشتقة بقى هتساوي ايه؟ هنشتق عادي خالص، هنا اف انفرس هنشتقها، هنشتق دي هيبقى مشتق دي اللي تحت الجذر دي بسالب واحد على 2 في الروت 9 ناقص اكس، بس كده كده انا اشتقيت. هو عايز لما ايه بتساوي 8، هو انا عايز المشتقة لما تكون ايه، فلما الايه بتساوي 8 هتبقى اف بايه هنا كده مشتقة الايه اللي هي 8، واحنا قلنا الاكس الايه اللي بيدهلنا هي الاكس بتاعت الانفيرس مش الاكس بتاعت الدالة الاصلية، هتساوي بس تبقى سالب واحد، وهنعوض بالاكس بتاعتنا اللي هي ب8، 2 جذر 9 ناقص 8 هتساوي سالب واحد، دي بواحد جذرها بواحد يبقى سالب نص. كده حلتها، نحلها بقى بالقانون الرخم ده. بس انا بتدور عشان الصفحة ورا خلصت. هنا عايز برضو نفس القانون اللي هي مشتقة الانفيرس، احنا ورا جبنا الانفيرس واشتقناه على طول، هنا بقى هنستخدم القانون. بس قبل ما نستخدم القانون زي ما قلنا ان ال a بتساوي 8 دي هي ال x بتاعت الانفيرس، تمام. فاحنا هنعمل ايه؟ ال a بتساوي 8 يعني ال x، يعني مثلا نيجي على جنب هنا ال x بتاعت الانفيرس هي التمانية. طب الاكس بتاعت الفانكشن الأصلية بتاعتي أنا مش عارفها، فهنيجي هنا ال إن الاكس بتساوي 8 في الدالة دي ونجيب منها الواي دي، يبقى الواي اللي هي بتاعت الانفيرس هي 9 ناقص الاكس هي بتمانية، يبقى الواي دي طلعت بواحد. الواحد دي بقى بتاعت الواي دي هي انهي؟ هي الاكس بتاعت الاصلية. طب ليه؟ احنا مش لما نكون بنجيب لما كنا بنجيب الانفيرس مش بدلنا الاكس بالواي، فالواي بتاعت الانفيرس طلعت لي بواحد، يبقى هي الاكس بتاعت الاصلية. يبقى انا كده جبت الاكس بتاعت الفانكشن الاصلية طلعت معايا بواحد. دي بقى هنستخدمها في ايه؟ هنستخدمها في القانون بتاعنا. يبقى لما كنا بنستخدم القانون واحنا بنعوض في اخر القانون ما بنستخدمش الاكس دي اللي هي التمانية دي، بنعوض عليها في الانفيرس ونجيب الواحد. جبنا الواي بتاعت الانفيرس يبقى هي الاكس بتاعت الفراكشن بتاعتنا. نستخدم القانون بقى، القانون اللي هو اف تمام كده. هنعمل ايه بقى؟ القانون ده هنشتق الدالة بتاعتنا الأصلية، يبقى ال f x، لا معلش دي مشتق، هنشتق دي بسالب 2 x. هو والله تعويض القانون سهل جدا، فاحنا هنشتق دي عادي خالص، هنشتق الدالة بتاعتنا الأصلية بسالب 2 اكس. نيجي نعوض في القانون ده ازاي بقى؟ هنقول هنا في اكس، هنا هنقول ان مشتقة الانفرس بتاعنا بواحد على ايه؟
على مشتق الدالة الأصلية بتاعتنا. بس والله كده، واحد على مشتق الدالة الأصلية بتاعتنا هي سالب 2x. بس طب ليه بقى الكلام ده؟ الكلام ده كله عشان يعرفك انك مش هتعوض بالاكس دي بالاكس بتاعت الانفيرس، لا انت هتعوض بالاكس اللي انت جبتها اللي هي الواحد، اللي هي الواحد. يعني هو الكلام ده كله كده عشان يقول لك ان انت اللي انت عشان تعملها صح ما تعوضش بالاكس الاصليه اللي هي التمانية دي، عوض باللي انت جبتها. يبقى هنبقى دي لما تكون بواحد هتساوي واحد على سالب 2 اللي هي سالب نص اللي هي جبناها هنا بسالب نص. فهو انت معلش انت عشان تجيب حاجة زي دي عندك حلين، يا اما تجيب الانفيرس وتشتقها وتعوض بالايه بتاعتك زي ما عملنا هنا، جبنا الانفيرس اهيت واشتقناها وعوضنا بالايه بتاعتنا التمانية عادي، يا اما ما تجيبش الانفيرس اصلا، انت بس تجيب الانفيرس عشان تعوض بالتمانية وتجيب الدالة الاصلية الاكس الاصلية، وبعد كده تشتق الدالة بتاعتك الاصلية اللي احنا عملناها هنا. انا شايف ان الاتنين مفهومش مشاكل قوي، بس ممكن نتلخبط في القانون ده. فانا شايف انك مجال جبت الانفيرس خلاص اشتق الانفيرس بتاعتك وعوض بالتمانية اللي هو جايبها لك، اللي هو مش مشكلة يعني، مش لازم القانون اصلا، بس هو ممكن يبقى مثلا يقول لك مثلا استخدم القانون كذا كده او اعملها بطريقتين، هي دكتور فايزة قالت لنا كده، فلازم نعرف الطريقتين، والطريقتين هما الحمد لله يعني مفهومش مشاكل اهو. نيجي نشوف مثلا مسألة تانية، بس هنا بقى مش عايز مشتق الانفيرس، هنا بيقول ان الاف اكس، هنا بقى عشان نعرف نجيب الانفيرس، مسألة على الانفيرس، بس هو عايز الانفيرس هو عايز دي. فهنعمل ايه؟ زي ما قلنا دي واي بتساوي 2x زائد 3، هو عايز الانفيرس. سهلة، هنخلي الاكس لوحدها هتبقى 2x بتساوي واي ناقص 3. 2x، وانا قلتها غلط ثانية، 2x كده واي بتساوي دي، يبقى 2x هتساوي 2x هتساوي واي ناقص 3. ايوه تمام، مش عارف فيه عشان نجيب الاكس لوحدها هتبقى اكس بتساوي نص في الروت تال واي ناقص 3. بس كده جبنا الاكس، نشيل اكس نحط مكانها واي، تبقى واي بتساوي نص اكس ناقص 3. صح كده، اهي 2x fx زائد 2x كيوب زائد 3، عايزين 2x لوحدها تبقى y، 2x لوحدها تبقى y ناقص 3. بس جبنا الانفيرس، هنا جذر هنا كده معلش، جبنا الانفيرس بس كده، هي دي اللي هو عايزها. نيجي مثلا مسألة أطول سنة، مش أصعب سنة، هي أطول سنة بس نحلها عشان نشوف مثلا الفكرة بتاعتها. عايز برضو الانفرس بتاعت الفانكشن دي، احنا عايزين اكس لوحدها، فعايزين نخلي نخلي الجذر الاكس دي مجموعين على بعض مطروحين على بعض عشان يعني نعرف ناخدها عامل مشترك، بعد كده نقسم على اللي جنبها، فنخلي الجذر اكس لوحدها، بعد كده نعمل سكوير للطرفين. فكده فدي الحل الوحيد بتاعها، دي واي كده الحل الوحيد بتاعها، نضرب كده، فهنضرب الواي هنا هتبقى واي
واحد زائد جذر اكس بتساوي واحد ناقص جذر اكس. هنفك الواي دي فنخليها واي زائد واي جذر اكس بتساوي واحد ناقص جذر اكس. كده يعتبر خدت جذر اكس كده مجموعين على بعض ومطروحين مع بعض اي حاجة، فهنخلي جذر اكس في طرف لوحده، فهتبقى واي جذر اكس، جذر اكس دي هتروح هناك هتبقى زائد جذر اكس بتساوي واحد، والواي دي هتيجي هنا تبقى ناقص واي. هناخد جذر اكس مشترك، احنا بنعمل كده عشان نخلي عشان نخلي اكس لوحدها، هتبقى واي زائد واحد بتساوي واحد ناقص واي بس. وبعد كده نخلي جذر اكس هتساوي واحد ناقص واي على واحد زائد واي. خلينا جذر اكس لوحده، بعد كده نربع بقى جذر اكس عشان نخلي الاكس هي لوحدها، فهتبقى اكس بتساوي واحد ناقص واي على واحد زائد واي. كده نخلي الاكس لوحدها، تمام. مننساش بقى نخلي الاكس واي ونخلي الواي اكس، فهيبقى الانفرس فانكشن بتاعتنا ان الواي بتساوي واحد ناقص اكس على واحد زائد اكس سكوير، هي دي الانفرس بتاعتنا. مسألة طويلة مش صعبة خالص، هنضرب بس وسطين في الطرفين عشان نخلي الجذر اكس لوحدها. دي مسألة من اللي أنا بحبها، اللي هو تحس إنها مش عايدة في المنهج أصلا، بس جايبها كده عشان تستخدم حاجات عامة، اللي هي من المسائل اللي بحبها أنا شخصيا يعني، متبقاش قوانين محفوظة وطريقة محفوظة يعني. فدي مثلا لو عايز نحلها، عايز نجيب الإكس، فدي هنحللها عادي، لا دي يعتبر اي سكوير كل أس إكس، لا اي إكس مثلا كل سكوير، ودي اكس ودي اس اكس ودي ناقص 6، فكأنها بنقول اكس سكوير ناقص اكس ناقص اكس سكوير ناقص اكس ناقص 6. هي كده ناقص 6 بتساوي 0، فدي كنا بنعملها اكس واكس، 6 3 في 2 هنا سالب هنا موجب بيساوي صفر، فدي كنا بنقول ان الاكس بتساوي 3 او اكس ايكوال ماينس 2. فهنا هنعمل نفس الفكرة، هنا هنقول دي اس اكس كل سكوير هنا اس اكس، فدي هتبقى ايه اي اس اكس واي اس اكس بتساوي صفر، هنا 3 في 2 هنا السالب وهنا الموجب، تحليل عادي بتاعت اعدادي. فهنا هنطلع حلين، ان ال e اس اكس بتساوي 3 او ال e اس اكس بتساوي سالب 2. عشان هنا بقى هنخش في المنهج، او برضو مسألة قديمة، عشان نحل حاجة زي دي حاجة زي دي ناخد لين الطرفين، هتبقى لين e اس اكس بتساوي لين 3. نحل دي الاول لوحدها، اكس هتنزل هنا، اكس لن اي بتساوي لن 3، اللن اي بواحد، اكس في واحد باكس بتساوي لن 3. ده اول حل للمسألة. نيجي هنا هناخد لن للطرفين، احنا بنحل عادي خالص، الاكس هتنزل هنا هتبقى اكس لن اي بتساوي احنا لن هنا بتساوي لن سالب 2. هنا عشان ما حطيتش اللين فاتلخبطت، بس دي اصلا ملهاش لازمه كده، دي كده ملهاش لازمه ليه. هنا عشان ما حطيتش اللين انا في الاول فقلت اكمل عادي، بس هو اللين ما ينفعش قدامها سالب، اللي هو ده غلط، ما فيش الكلام ده خالص. اللين من لازم الداله اللي قدام اللين تبقى اكبر من صفر، ما ينفعش حد بتساوي صفر، عشان الاصل بتاعها ان لين مثلا اي حاجه، فاحنا بنجيب اللي تحت اللين اللي هو ايه مثلا اس اللي بيساوي اللين، لو مثلا 2 هتساوي دي كده عمرها ما تطلع ولا سالب ولا بتطلع صفر، اقل حاجه فيها من بعد الصفر وانت طالع، فدي كده دي غلط خالص،
فهنا حل غلط، يبقى هي اللي اكس بتساوي 2 ل 3. مش متأكد من حل، عوض عليها في الدالة الأصلية بتاعتك، هيطلع لك اللي هي بتساوي 0. بس أنا المسألة دي مثلا أنا مش جايبها عشان نحلها، أنا جايبها عشان يبقى مثلا أول ما نشوف حاجة زي دي نفكر في حاجة معينة. هنا مفيش لا جمع ولا طرح ولا أي مشاكل خالص، عندنا قسمة وعندنا ضرب بس، هو عايز المشتق. فدي أسهل طريقة بالنسبة، هي ماشي، هي مش هقولك ما تحلش كده، هتتحل كده بس لا ما تحلوهاش كده، ما صعب أو رخم. فدي أول حاجة نعملها هنلاقي حاجات مضروبة في بعض وأس ومش عارف وجذور وكواس وحاجات ليلة يعني. فدي أسهل حاجة بالنسبة لنا، ناخد لين. لين بقى هناخد لين لكل ده مع بعضه، فنقسم بقى مع نفسنا. نفتكر بس ان اللين اكس على الواي هي مش لين بس، هي لوج للاساس اي حاجه، فهي دي خواص اللوج اصلا، هي اللين بتساوي لوج ايه، هي فبتكلم على اللين يبقى بتكلم على كل اللوجز. هنا لين اكس على الواي بتساوي لين اكس ناقص لين واي، لين اكس واي بتساوي لين اكس زائد لين واي. فهنا نستخدم مثلا هنا لين اكس بار 3 هتساوي 3 لين اكس، بس دول اللي هنستخدمهم في ده كله كده. فمن البساطة دي هنطلعها ليفل، هنعمل بقى كل الكلام ده. فلين واي بتساوي لين كل الكلام ده، نكتبها تحت شوية، لين واي بتساوي احنا عندنا دي فوق ودول تحت، يبقى لين نقسمها بقى، هتبقى لين اللي فوق ده ناقص لين اللي تحت ده، يبقى اللي فوق كده مش هنستخدمها تاني، لين اللي تحت ده لين ايه، لين حاجتين مضروبين في بعض، يبقى لين دي زائد لين دي، بس دول الاتنين دول بعد إشارة ماينس، فهتبقى سالب لين ده ناقص لين ده، والباور اللي فوق كله هينزل جنب اللين، فهتبقى مسألة بسيطة جدا نشوفها. هتبقى لين اللي فوق ده لين اي سيك هنا سيك اكس دي سيك اكس باور 3 بتضرب في الاس، احنا لما يكون عندنا اكس سكوير كل مثلا باور 3 بتساوي اكس باور 6، واضرب ده في ده، فهنا نضرب التلاتة في دي، هتبقى لين كده، او تعملها على خطوتين بس هي ملهاش لازمة، اللي هي التلاتة هتخش جوه وخلاص خلصت يعني. ناقص ممكن نفتح قوس كده ونعمل دول لوحدهم، بس ناقص عشان نعملها كلها على بعض، ناقص لين دي جذر الرابع ساين باور 3x، تبقى احنا عندنا مثلا لما نقول ان جذر الاكس مش دي بتساوي جذر نص اس نص، عملنا ايه، دي باورها 1 ودي 2، فقسمنا الباور اللي في جوه على الباور اللي بره على الروت بتاعنا، فهنا الباور اللي جوه 3 والروت بتاعنا بره ب4، يبقى لين الساين اكس الكلام ده اس 3 على 4، تمام كده. هنا الباور 4 وهنا هنا الروت بتاعنا 4 وهنا الباور بتاعنا 3، يبقى 3 على 4 هنا. بس جينا هنا المفروض بقى دي كده نعمل كده ونقول زائد ونعمل لين الكلام ده، هنا السالب ضربناه كله بقى، هنا بقى في سالب، هنا لين اكس بار 3 زائد 4 اكس دي جاهزة، دي مش نعمل فيها حاجة، وهنا نص. بس كده احنا كده بسطناها لأقصى درجة، ملهاش أي حاجة تانية غير كده، لأ ملهاش ايه، نسينا اللي هو لين من الخواص اللين اللي دي لين اكس بار 3 يبقى 3 لين اكس، فدي بقى تبقى ايه بتساوي
هنا لسه لن واي، هنا بتساوي هننزل ده هنا يبقى تلاتة جذر سك اكس لن اي ناقص تلاتة اوفر فور لن ساين اكس، هنا ناقص النص هينزل هنا نص لن اكس بار ثري موجب فور اكس. تمام هنا دي كده، بس في حاجة بقى عشان ما تلخبطش فيها بالمرة، يعني لما يكون لين اكس والباور مكتوب هنا، دي ما اسمها دي ما ينفعش الباور ينزل هنا خالص، دي كده يعتبر هي هي لين اكس دي، يبقى احنا بنجيب السكوير للقيمة دي كلها، اما دي يعني دي هي دي ما ينفعش ننزل السكوير هنا، اما دي السكوير دي للقيمة اللي جنب اللين بس، فدي ممكن ننزلها هنا عادي، دي تمشي دي لأ خالص، عشان نركز مع نركز فيها بعد كده يعني. يعني هنا الأس الباور ده مرفوع للي جنب اللين بس، هنا الباور ده مرفوع لهنا بس، هنا الباور ده مرفوع للي هنا بس، فعشان كده عملنا كده بس كده، يعتبر كده هي خلصت اللين ايه بواحد بس. ونشتق بقى، هنا مشتقة النن واي تبقى واي داش على واي بتساوي، هنشتق دي هتبقى تلاتة تلاتة سك سك تان على الاتنين والجذر ناقص تلاتة على أربعة المشتقة بتاعت دي الساين تبقى كوزين اكس على الساين اكس اللي هي الكوتان، ممكن نعملها في بتاعة تانية دي اللي هي الكوتان ناقص النص هنا تلاتة اكس زائد أربعة على اكس بار سري زائد أربعة إكس. هنا كده مفروض تكون خلصت، ما أنا معرفش أنا معرفش بقى لو يعني هو لازم نضرب الواي هنا ولا، بس يعني مش هتاخد وقت، هنقول إن الواي داش بتساوي الكلام ده كله اللي هو كل الكلام ده اللي هو ده كله كده هيتكتب هنا ونضرب في الواي، أنهي واي بقى؟ الواي بتاعتنا اللي هي دي نضربها هنا كده، يبقى دي في الواي، انهي واي اصل المسألة ده ما نسيبهاش واي نخليها اكس، نخليها دالة في اكس ما نسيبهاش واي، يعني كل ده كده ويتضرب في الاخر في الواي. هناخد دلوقتي اللي هي الاشتقاق الدوال الانفرس بتاع الدوال المثلثية اللي هي ساين انفرس الساين مشتقتها بواحد على الروت واحد ناقص اكس سكوير، دي ساين او كوزين سالب واحد بتساوي، يعني هنا كوزين الانفرس بتاعتها بسالب نفس الكلام ده، هنا نفس الكلام هنا الكوتان الانفرس بتساوي سالب نفس الكلام ده، هنا الكوسيك انفرس بتساوي سالب نفس الكلام ده، فهي هي هي التلات قيم بس عندي، الساين انفرس هي كوزين انفرس بس بالسالب، التان انفرس هي كوتان انفرس بس بالسالب، السيك انفرس هي كوسيك انفرس بس بالسالب، ونفس القيمة بتاعتها. هنا المسائل اللي على الحاجات دي مع اللي هو حلو اللي هو مثلا يقول لك مثلا كوزين تان انفرس تلاتة على أربعة زائد ساين انفرس سالب خمسة على تلتاشر، هنا دي ودي مش قيمة دي زوايا، يعني احنا بنيجي على الأداة مثلا نقول مثلا كوزين تلاتين نخليها ساين تلاتين بنقول عليها نص، ساين تلاتين هي النص، فلما نيجي نعملها على الأداة مثلا يقول لنا مثلا ساين
الفا بتساوي نص، يبقى الفا بكام؟ فبنيجي على القلم نعمل شيفت ساين، فبيطلع لنا ان ساين انفيرس دي انفيرس نص، فبتطلع لنا الفا اللي احنا عايزين اللي هي 30 مثلا، هي 30. فده كده حلها. فدي دي مش قيمة، دي زاوية. هو مثلا هو عايز ايه؟ هو عايز الفاليو بتاعت الكلام ده بس من غير كالكوليتر. فاحنا هنسمي دي الفا، معلش، وهنسمي دي بيتا، ونيجي نقول هنا التان انفرس 3/4 بتساوي الفا، وهنا الساين انفرس -5/13 بتساوي بيتا. هنا احنا عايزين نجيب التان الفا، فهناخد التان للاتنين دول، هناخد تان هنا وتان هنا، التان تان انفرس بواحد يبقى 3/4 بتساوي تان الفا. كده انا عندي الالفا بكل قيمها، كده انا مش عايز حاجة تانية. عندي التان ب3/4 يبقى الساين الفا ب3/5 يبقى الكوزين الفا ب4/5. هنا نفس الكلام، هناخد الساين للاتنين، فهتبقى ساين ساين انفرس -5/13 بتساوي ساين بيتا. عند الساين يبقى الكوزين بتاعتنا بتساوي 12/13، والتان بتاعتنا هتساوي 5/12. التان التان بيتا بتساوي 5/12. التان بيتا هو اصلا كده كده هو عايز الكوزين، فاحنا لا هي التان بيتا بتساوي 5/12، لا هنستخدم التان بيتا ولا هنستخدم التان الفا، عشان هنفكر ان الكوزين بالقانون بتاع المجموع زاويتين. هنا بقى هنا في سالب، هنا في سالب، فهنا الكوزين الساين الفا هو دي الفا وعمل دي الفا وعمل دي بيتا، هنا الساين هو تمام كده. هي الساين بيتا سالبة في الربع الرابع اللي هي الكوزين بتاعتها بموجب، يعني الساين بسالب. هو دكتور فايزة رسمتها في الربع الرابع ده، رسمتها كده وخلت دي بيتا، فالساين بتاعت بيتا ب5/13/13 وهنا 12. فلما جينا جبنا الكوزين قلنا 12/13/13 دايما موجب، فال 12 في اتجاه الموجب برضو، فهي 12/13 بموجب. هنا الربع الاول كل ده موجب، ما فيش اي سالب خالص في الكلام ده. فنيجي نرجع بقى للمسألة بتاعتنا. احنا عندنا بقى، احنا مش عايزين نجيب الكوزين الكلام ده، احنا عايزين نجيب الكوزين للالفا بلس بيتا اللي احنا سميناه دي بالفا ودي بيتا، هتساوي ايه بقى؟ فكت الكوزين بكوزين الفا كوزين بيتا ناقص عكس الاشارة دي ساين الفا ساين بيتا، بس كوزين الفا اهيت الكوزين بيتا ال ايه ده، لا كوزين الفا اهيت الكوزين بيتا اهيت الساين الفا اهي 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 والساين بيتا اهي، بس ونعوض ونطلع الناتج بتاعها. بعد كده نقول اذا الكلام ده هو كده بيساوي القيمة اللي احنا جبناها. هنا مثلا ممكن ناخد مثلا مشتقة بقى، نجيب المشتقة للجذر الساين انفرس اي باور اكس دي، لما تبصلها من بره يبقى مشتقة ايه؟
مشتق رو رو روت. بس دي ممكن الأسهل ناخد لين، اللين الواي بتساوي لين الكلام دوت اللي هو مرفوع لباور هاف، هتبقى نص لين ساين انفرس اي بار اكس. هنا بقى هنا ما ينفعش نقول ان السالب واحد دي تنزل هنا، ليه؟ عشان السالب واحد دي مش باور، دي انفرس، الانفرس الداله بتاعت الساين. يعني ما ينفعش اقول ان الساين انفرس بتساوي واحد على الساين بتساوي الكوسيك. الكلام ده ملوش اي علاقه بالتفاضل بتاعنا، ده الكلام ده غلط جدا. الساين مقلوبها بكوسيك ماشي، او الكوسيك مقلوبها بساين، دول دالتين موجودين عندنا دوال مثلثية عادي. بس الساين انفرس دي ملهاش كلام، ملهاش علاقه بالكلام ده خالص. الساين انفرس دي كده داله، دي ما فيش الكلام ده خالص. فالساين انفرس دي هنشتقها كساين انفرس مش كواحد على الساين خالص يعني. تمام تمام هنا بقى مسألة طويلة شوية، هنشتق دي، هتبقى واي داش على الواي بتساوي نص ينزل هنا بقى اللين. اللين مشتقتها ايه؟ المشتقة اللي قدامها على الدالة اللي قدامها، فننزل الدالة دي ساين انفرس اي بار اكس. اللي فوق الساين مشتقتها ايه؟ مشتقتها بي اي سيكس على جذر الواحد ناقص الزاوية تربيع. ايه بقى الكلام ده؟ احنا قلنا ان الساين انفرس للاكس بتساوي واحد على جذر الواحد ناقص اكس سكوير. يبقى الاكس دي بنزلها تحت بسكوير، والواحد ده ثابت، والماينس ده سالب ثابت. الواحد دي بقى دي مش واحد ثابت، دي مشتقة الزاوية. فلما جينا هنا اشتقينا الزاوية اي باور اكس، مشتقتها باي باور اكس في الواحد اللي هي مشتقة الاكس، بشتق عادي دالة اي اس اكس، فالاي دي واحد ملوش لازمة، فاي باور اكس على واحد ناقص الزاوية سكوير اي اس اكس كل سكوير باي باور 2 اكس بس. وده حلها. بعد كده نشيل واي دي ونضربها هنا، الواي دي اللي هحطها اللي هي دي بس. دي كده كانت مثال بس صغير عشان تعرفوا نستخدم بس القانون بتاعنا. هنا بقى اللي هو تكامل، اللي هو دكتور فازل قال الامتحان كان هيجي لحد هنا بس، بعد كده قال ده هيخش في الامتحان فشرحته. ده اخر حاجة عندنا، هناخد عليها 4 مسائل وكده يكون الانفرس كله خلص معانا. بعد كده بقى هنقف عشان الميد تيرم ونكمل بعد الميد تيرم، وان شاء الله بعد الميد تيرم هيبقى كل محاضرة هتنزل بوقتها، او ممكن نجمع محاضرتين وننزل بالمحاضرتين مع بعض، مش لواحد هشرح الكالكولس واحد تاني هيشرح معايا، فهنساعد بعض يعني. فهنا هنجيب التكامل للكلام ده، فاحنا عارف دي بقى نفس الفكرة اللي فاتت، نفس الافكار، نفس المشتقة بس بالعكس. فاحنا لازم قدام التكامل يظهر لنا المشتقة بتاعت دي بس كده. فاحنا بس هنا بقى في حاجة زيادة، ال A دي مش دايما هتكون بواحد، ال A دي مش دايما، دي بس هو عشان يقول لك يعني ان هتضرب في المشتقة مش مهم. دي يعني هو هنا جايب لك الزاوية بدالة، هنا جايبها لك بإكس. فنتكلم على الحالة دي بعد كده، دي بقى تبقى سهل. هنا احنا قلنا الواحد على جذر الواحد ناقص اكس سكوير هي المشتقة بتاعت الساين انفرس، ساين انفرس اكس. هنا لو في هنا ايه سكوير وهنا اكس سكوير وفوق واحد، الاكس سكوير يبقى الزاوية بتاعتي اكس. تمام، يبقى الزاوية دايما في تحت، تحت بتبقى مرفوعة للسكوير، دي ودي ودي تبقى مرفوعة للسكوير، فالزاوية بتاعتي هتكون هي الاكس مش هي الاكس سكوير. تمام، في الساين في الساين احنا خلاص اتفقنا ان الساين هي الكوزاين بس بعكس الاشاره، التان هي الكوتان بس بعكس الاشاره، السيك هي الكوسيك بس بعكس الاشاره. دي غلط اكيد، كوسيك مش كوتان يعني.
فهي ال بسم الله ال x هي الزاوية بتاعتي. ال a بقى دي هي ايه؟ ال a دي هقسم على هنا a سكوير، هنا a سكوير هقسم عليها على الزاوية بتاعتي. هنا بقت x على a، هنا x على a، هنا x على a، فقسمنا على الزاوية. في الساين والكوزاين ما بقسمش بره على الواحد، ما بقسمش بره على الاي دي، بس في التان والسك بقسم عليها. في التان والسك بقسم عليها اهي، بقسم بره الزاوية خالص، بره الانفرس بتاعت الزاوية خالص بتاعت الدالة. بس يعني هنا لو أربعة، لو هنا 16 ناقص، لو الاي سكوير بقت 16 والاكس سكوير بقت هي اكس سكوير عادي، فهتبقى ساين انفرس الاكس، الزاوية بتاعتي هي الاكس اللي جوه اللي تحت السكوير اكس على الاي. الاي عندي مش بستاشر، احنا هنقسم على الاي مش على الاي سكوير، فدي هي الاربعة سكوير، فاحنا هنقسم على الاربعة بس. هنا مثلا الاي دي لو هي الستاشر وهنا اكس سكوير، هنا هتبقى اكس على الاربعة مش على الستاشر، ولازم اقسم بره على الاربعة دي. هنا اكس على الاربعة الزاوية بتاعت اكس على الاربعة، هنا لازم اقسم على الاربعة دي. في التان والسيك نفس الكلام. نيجي ناخد مثلا المثال ده، دي متصلحة في الورقة بتاعت دكتور فايزة. هنا ممكن نحلها بسرعة، مش لازم نكتبها. هنا مفيش 1/10، دي المسألة هي نكتبها، اللي هي هتبقى integration ال x dx على جذر 16 ناقص 25 اكس باور 4. هنا عشان نحقق، مش هقول دي تكامل، مش ده هقول دي هتبقى ساين ولا كوزاين ولا تان والكلام ده، بس هنا عشان نشوف، احنا قلنا لازم دي تكون مرفوعة للسكوير ودي مرفوعة للسكوير، وتبقى مشتقة اللي تحت هي اللي فوق. هي دي بقى الحالة دي، اللي هي دي لازم تكون مشتقتها فوق، الزاوية لازم تكون مشتقتها فوق. زي ما كنا بنشتق، كنا بنقول ان الاكس على الاكس سكوير دايما فوق بواحد عشان مشتقة الاكس بواحد، بس دي لأ، دي بقت دالة، دي بقت اكس بار فور مثلا، يبقى الاكس سكوير هي الدالة، هي الزاوية بتاعتي، فلازم نشتق الزاوية فوق اللي هي هتبقى 2x مثلا. فهنا دي لازم تكون مرفوعة سكوير، ودي لازم تكون مرفوعة سكوير، ومشتقة الزاوية تكون فوق. يعني أغلب الأشكال هتبقى شبه دي كده في الساين والتان والسك. فهنقول تكامل عشان تبقى أسهل. الستاشر دي نخليها هنا في جذر في روت، نخليها 4 سكوير، والماينس قلنا عليه ثابت، و25 اكس باور 4 نخليها 5 اكس سكوير سكوير، وفوق في اكس دي اكس. نيجي نشوف هنا بقى، عندي دي بتمثل الاي سكوير كلها، ودي بتمثل الاكس سكوير، ودي بتمثل مشتقة الاكس اللي هي الواحد. فواحدة واحدة هنلاقي ان دي كده بتمثل الساين انفيرس، بس فيها مشاكل. مشاكل ايه؟ ان الزاوية بتاعتي اللي هي 5 اكس سكوير مشتقتها مش فوق، مشتقة 5 اكس سكوير ب10 اكس، انا عندي فوق اكس بس، يبقى هضرب في 10 واقسم بره على 10 بس كده، تقريبا كده خلاص خلصت، ان مشتقة الزاوية هي بقت فوق بس. يبقى الساين انفرس لايه؟ للزاوية دي بس، من 5 اكس سكوير بس. احنا قلنا لازم نقسم على الاي سكوير، اللي هو لازم يكون في اي سكوير عشان نقسم على الاي، فالاي سكوير ب16، ويبقى الاي بتاعتي الاي سكوير ب16، يبقى الاي بتاعتي ب4، يبقى هقسم هنا على الاربعة زائد سي، بس ما ننساش ان في 1/10 هنا. لو دي مثلا طلعت تان، يبقى نفس الكلام، تان الكلام هتبقى شكلها متغير، بس مثلا يعني هتبقى تان، وهنا 1/10، لازم اضرب بقى هنا فرق ربع،
اللي هي ال A، واحد على ال A. لازم اقسم على ال A اللي قسمت عليها جوه زي، لازم اقسم عليها بره، يبقى واحد على اربعة في دي. وهنا منساش ال C عشان رخم اوي الكونست ده. هنا مثلا تكامل ال E باور اكس دي اكس على جذر التمانية ناقص A 2x، دي اعتقد مباشرة. هنا عبارة عن e باور x، e باور x كل سكوير، وهنا عبارة عن جذر التمانية كل سكوير، مشتقة ال e x a ب e x موجودة فوق اهي، بس يبقى خلاص خلص. وده شكل الساين انفرس، الزاوية بتاعتي ايه؟ e باور x اقسم على ايه؟ اقسم على a، دي a سكوير، يبقى لما اقسم على a هتبقى جذر التمانية بلس الكونستنت بتاعنا. هنا مثلا عايز تكامل الدي اكس على الاكس تمانية بلس لين سكوير اكس، السكوير دي على لين مش على الاكس. ايه ده؟ السكوير دي على ان مش على الاكس، تمام. تمام. هنا عبارة دي الزاوية بتاعتي سكوير، يبقى الزاوية بتاعتي ايه؟ هي اللين اكس بس. طب مشتقة اللين اكس ايه؟ مشتقة الزاوية بتاعتي لازم تكون فوق، مش شايف حاجة فوق انا، يبقى اللين اكس دي مشتقتها واحد على الاكس، مشتقة اللي قدام اللين على اللي قدام اللين واحد على الاكس، دي فين؟ اهي، دي لو طلعت فوق هتبقى تكامل واحد على الاكس دي اكس، طلعناها فوق عادي على الكلام ده. بس كده بقى عندنا ديت شكل التان انفرس، هتبقى تان انفرس الزاوية بتاعتي بلين اكس، الزاوية بتاعتي بلين اكس، الاي بتاعتي بجذر التمانية. هنا بقى تان لازم اقسم بره على جذر التمانية، في الصين ما كنتش بقسم على جذر التمانية. في برضو ملحوظة ان انت لو كتبتها ان الكلام ده مش بتان، لا ده بسالب كوتان انفرس، هي نفس الحل، عشان مشتقة التان هي نفس مشتقة الكوتان، مشتقة التان انفرس هي نفس مشتقة الكوتان انفرس بس بالسالب. بس دكتور فايزة قالت لنا ثبتوا التان والصين والسك عشان ما تستخدموش السالب، فدي خلوها تان على طول، يعني زي اللي فات كان ممكن نخليها سالب كوساين، لا نخليها ساين على طول عشان ما يبقاش في سالب. بس هي مش غلط خالص، هي نفس الاصل، نفس الاشتقاق ونفس التكامل، هو بس الكلام كله الحوار كله هيبقى في السالب. يبقى هنا احنا لما قسمنا على A في الزاوية هنا في كونستنت، لما قسمنا على A في الزاوية بتاعت التان او كانت السك لازم اقسم بره على A بتاعتها، في الساين لا، الساين ما بقسمش بره.